النقطة الثانية أو المقدمة الثانية يا جماعة، إنه الغرض الأساسي للشيطان أو لإبليس هو أن يضل بني آدم ويخرجهم من شنو؟ من الظلمات، ظلمات التوحيد والسنة والإسلام، لشنو؟ من عفوا من نور التوحيد والسنة والإسلام إلى ظلمات الشرك والكفر عياذا بالله. ده الغرض الأساسي. الشيطان ما همه إنك تسمع موسيقى أو إنك تسمع غناء. نحن لسه ما جينا للحكم، أنا أسي بتكلم معاك في هدف الشيطان. هدف الأول يخرجك من دينك، هدف الأول يغويك عن التوحيد ويدخلك في الشرك. ولا يستفيد الشيطان إن استمعت أو إن فعلت الكبائر، تمام، طالما أنك موحد الشيطان ما بيستفيد حاجة، عرفتها؟ يبقى هدفه الأساسي يخرجك من التوحيد ويشنو؟ ويوقعك في الشرك. لكن لما يستعصى على الشيطان إنه يوقعك في الشرك، ودي لأنه الفطرة اللي ربنا فطر عليها كل الخلق. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على شنو يا جماعة؟ على الفطرة. أي مولود ربنا خلقه على الفطرة، إنه خالق ربنا تبارك وتعالى، وإنه رازق ربنا، وإنه ربنا هو اللي بيعطي، وإنه ربنا هو الذي يمنع وغيره، تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبوانه يهودانه أو يمجسانه إلى آخره أو ينصرانه، تمام. عشان كده أنت فطرتك التوحيد. فأحيانا بل كثير من الأحيان يستعصي على الشيطان إنه يمحو هذه الفطرة اللي أنت فطرت عليها وهي فطرة التوحيد، فبيقوم بيلجأ لأساليب تانية، يوقعك في الكبائر، يوقعك في الذنوب، يوقعك في الصغائر، يوقعك في المكروهات، حتى في المبوحات. ليه؟ عشان يستدرجك واحدة واحدة لحد ما تقع في شنو؟ في الشرك بالله. ودي اسمها يا جماعة خطوات الشيطان، مذكورة في القرآن الكريم. ربنا تبارك وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال لك ما تتبع الشيطان، قال لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيتدرج مع المسلم والكافر وغيره بشنو؟ بخطوات، واحدة واحدة لحد ما يوقع في شنو؟ في الكفر وفي الشرك والعياذ بالله، تمام. قد ينجح وقد ما ينجح على حسب رحمة ربنا بك. فهذه الخطوات لعل ابن القيم يتكلم فيها، تمام، في غاثة اللهفان وتلبيس إبليس وغيره، وذكر منها خطوات. مثلا على سبيل المثال الشيطان أقصى حاجة دارس الله الشرك، فدي أول خطوة من خطواته فوق. إذا ما قدر أن يوقعك في الشرك بيحاول يجيبك في الكبائر، يغريك بالخمر، يغريك بالنساء، يغريك بالزنا، يغريك بالملاهي بغيره. إن ما استطاع أن يوقعك في الكبائر يوقعك في الصغائر من الذنوب، إن ما استطاع أن يوقعك في صغائر الذنوب يوقعك في المباحات. كيف؟ يستدرجك بالمباحات لحد ما تقع في الحرام، وقعت في الحرام في الصغير تقع في الكبير، وقعت في الكبير لحد ما تصل للشرك. مباح مثلا النوم مباح، في ذلك بيقول لك النوم حرام، تمام. مثلا السهر مباح، ما في حاجة، يجي يغريك الشيطان يقول لك سهر، هذا السهر ده حرام، في زول قال السهر حرام، ما في زول قال. تقوم انت المسكين تساهر لحد ما نص الليل يجي ترقد تنوم، ما تقدر تقوم للصبح، تكون وقعت في كبير انك فوتت فريضة عظيمة من فرائض ربنا تبارك وتعالى. وهكذا، ده الاستدراج، اسمه شنو؟ اسمه الاستدراج. فالشيطان يستدرج الناس ويغويهم بالخطوات من الصغائر او من المباحات للصغائر للذنوب لحد ما يوقعوا في الكبائر حتى يشركوا بالله تبارك وتعالى. فالانسان ما يستصغر اي مساله مهما كانت صغيره، تمام، مهما كان الذنب صغير ما تستصغره، لانه الهدف الاول والاساسي منه ما انك هو الذنب ذات، انما انك تستدرج حتى تقع في شنو؟ حتى تقع في الكبائر ثم تقع في الشرك. طيب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، وهي مسألة حكم الغناء. قبيل أخونا عبد الرب جزاه الله خير جاب لك الأدلة وإياك حكم الغناء، أنا بديك له بالتفصيل. حكم الغناء في الإسلام بالتفصيل على اثنين. الأصل يا جماعة، دي قاعدة شرعية، الأصل في الأشياء كلها من سماحة ودين الإسلام أن جعل الأصل في الأشياء الإباحة، أي حاجة مباحة، لكن إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى. فيبقى الأصل في الغناء الإباحة، لأنه شنو من الأشياء؟ إلا ما حرمه الله. فنحن بنقسم الغناء لنوعين، إما يكون هذا الغناء غناء بآلات اللهو بآلات الطرب، وإما يكون هذا الغناء غناء بدون آلات لهو بدون آلات طرب، يعني بدون موسيقى وبدون معازف. إذا كان الغناء بدون آلات لهو وبدون آلات طرب فهذا الغناء حلاله حلال وحرامه حرام كما قال العلماء، يعني إن كان فيه فحش وتفحش وبذاءة صار حرام، إن كان فيه تخلق وفيه مصداقية وفيه كلام حق يقال بأسلوب غنائي فهو حلال، تمام. أما إذا كان دي الحياة الثانية فيه آلات له وآلات طرب، ففي هذه الحالة يصير الغناء حرام بالإجماع، إجماع الأئمة كلهم، وحنقول لك إن شاء الله تبارك وتعالى الإجماع بعد ما أورد لك الأدلة من كلام ربنا.
تبارك وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فالأول الأدلة اللي وردت في القرآن الكريم ويستدل بها العلماء على تحريم القناء هي الآية تقريبا الرابعة والخامسة من كلام ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان. ربنا تبارك وتعالى قالوا من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. والعذاب المهين أشد أنواع العذاب، ففيه الإهانة وفيه الألم وفيه جنو وفيه الذل. فربنا تبارك وتعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. لهو الحديث يا جماعة قال عنه الصحابي الجليل عبد الله بن أبي مسعود رضي الله عنه، قال هو الغناء وحلف على ذلك 3 مرات، يعني والله 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 هو جنو هو الغناء. تمام، الصحابة ما وقفوا عليه كده، كذلك السلف من بعدهم. أديكم مثلا قول الإمام القرطبي، قال المقصود بلهو القناء هو آلات الطرب والمعازف. الإمام الحافظ ابن كثير الفصل القرآن العظيم أكبر تفسير من التفاسير، قال فيها قال المقصود به هو آلات العزف وآلات اللهو وآلات الطرب. راجع التفسير بتلقى الكلام ده برضو موجود. تمام، وغيره. وأديك الإجماع نقل الإمام ابن القيم في كتابه قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى المقصود بآلات اللهو هو الغناء، وقد اتفق على ذلك كل الأئمة، يعني كل الأئمة متفقين على أن لهو القناء أو على أن لهو الحديث هو الغناء، وعلى أنه محرم في سنة الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلام ربنا تبارك وتعالى. طيب، الآية الثانية وهي قول ربنا تبارك وتعالى ذكر لك برضو قبيل في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كلام ده للشيطان، واجلب عليهم بخيلك ورجلك وإلى أن قال ربنا تبارك وتعالى وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يستفزز من استطاع بصوته. الصحابة والسلف وكل المفسرين متفقين على أن صوت الشيطان هو الغناء، ما في أي خلاف بينه في المسألة دي. أديك الأئمة الأربعة، طبعا في ناس بيقول لك يا أخي أدينا الأئمة الأربعة، نحن مالكية ما عارف شافعية غيره. أديك الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة الإمام مالك بن أنس جسويل قال أهل المدينة، قالوا له أهل المدينة يترخصون في الغناء، فقال عليه رحمة الله إنما يفعله الفساق منا. تمام، أثبت لهم الإسلام دي المسلمين، قال لكن دي الفساق. ليه؟ لأنهم بيترخصوا في الغناء يعني بيسمعوا. كذلك الإمام الشافعي سئل من الغناء فقال يكره القناء، ثم قال بعد ذلك عن الغناء قال ومن يكثر منه فهو سفيه وترد شهادته. يعني الذي يستمع إلى الغناء عند مذهب الشافعية ترد شهادته شنو في المحاكم أمام القضاء. تمام، ويعتبر سفيه عند الشافعية. القول الثالث من قول الأئمة الأربعة وهو قول الإمام أحمد بن حنبل الذي قال في حكم الغناء أن الغناء قال لا يعجبني. تمام، قال الغناء لا يعجبني وحرم الغناء ويعتبره من الذنوب. ودي قول الأئمة الأربعة في حكم الغناء وفي حكم الاستماع إلى الغناء. ونحن يا جماعة بنجي نعلق على المسألة دي ليه؟ يعني ليه نحن بنجي نتناول هذه المسألة، وليه لكل العلماء وكل الأئمة وأصحاب المذاهب الأربعة والصحابة رضوان الله عليهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرة، يعني الزنا والفرج والحرير بالنسبة للرجال والخمرة والمعازف، وقال في رواية أخرى تعزف على رؤوسهم الغينات يعني المغنيات وبالمعازف والمزامير يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. فهذا الكلام كله وكل هذه الإجماعات والاتفاق وغيره ليه؟ لأن المسألة دي يا جماعة مسألة عظيمة جدا. مسألة الغناء هذه تنبت النفاق في قلب المسلم وتجعل يعرض عن كلام ربنا تبارك وتعالى، وتجعل لا يستطيع أن يدخل القرآن إلى قلبه. ودي الحاجة دايرة الشيطان كبير، نحن بدأنا بها الكلام. يبقى أنت مستحيل كما قال السلف لا يجتمع القرآن وصوت الشيطان في قلب مؤمن قط، مستحيل. لأنه لما ربنا قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني صوت الشيطان هو الغناء والمعازف وآلات الله والطرب، وكلام ربنا تبارك وتعالى هو القرآن، فلا يجتمع هذان في قلب مؤمن قط. عشان ما تغش روحك، لأنه للأسف الشديد بتلقى كثير شديد من الناس يقول لك يا مولانا والله أنا الجوال بتاعي فيه ودعني اسمع الاستدازة بالمناسبة، عندي المصحف كامل ومرتل. أها تمام، في أحمد الصادق برضو ولا ما في؟ يقول لك هاي حوتة قاعد، هاي أنت بتلعب علينا ساي، ما تكذب عليه روحك يا زلمة. مستحيل يجتمع هذان في قلبه. أي ممكن تكون بتسمع أي استدازة وصوت سمح ويرتل لك والتراويح ممكن تبكي،
لكن من التلاوة ما من سماعك استماعك للقرآن. فالناس تفرق يا جماعة بين السماع أسمعه بس يدخل أذاني وبين الاستماع ده اللي بيصل للقلب، عرفتها؟ ما بيتفقوا يا جماعة. بعدين الغناء وللأسف الشديد، للأسف الشديد يعبر عن الفراغ العاطفي الواقعين فيه كثير من الشباب اليوم. يعني أسلال ليه الناس دي بتعرض عن القرآن وكلام ربنا تبارك وتعالى ومعدلنا كلها غنى؟ أسلو فتحنا جوال الناس كتار. يعني أنا عارف إنه المسألة دي للأسف الشديد يعني أغلب الشباب وأغلب المسلمين واقعين فيها، وما جايين ننتقي الزول بالمناسبة، والله ما جايين ننتقي الزول. الكلام ده يا جماعة والمنبر ده دائما بنقول الكلام ده منكم وليكم، الكلام ده نصيحة. الدين زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمل أو يعني أجمل الكلمتين ديل مع بعض وذكرهم مع بعض، قال الدين شنو؟ النصيحة، بدون أي فاصل. يعني ما قال الدين هو النصيحة أو الدين هو كده وكده، قال الدين النصيحة. فنحن من أولى الأولويات كمسلمين لما نلقى أخواننا واقعين في غلط أو أخوك واقع في غلط تنصحه. فالكلام من باب النصيحة يا جماعة، كويس؟ فكما قلت لا يجتمع القرآن ولا يجتمع الغناء في قلب مؤمن قط، كلام ده أصلا مستحيل يجتمع. طيب المسألة الثالثة أو الرابعة من المسائل أيضا اللي إحنا ممكن نتكلم عنها، وهي يا جماعة للأسف الشديد قد يصل في بعض الأحيان هذه الأغاني، وأنا سمعت في واحدة من الأغاني زمان كنا مهووسين بالكلام ده والحمد لله الله هدانا، تلقى بعض الأغاني بيصل به الدرجة المغني إنه يشرك بالله سبحانه وتعالى. واحدة من الأغاني ممكن بتعرفها كلكم اسمها يا سلمى ولا يمنو ما عارف، بيغنيها أحمد الصادق طوالي، تمام؟ أنا ما كفرته عشان ما يقول لك أيوه شايف الجماعة دي اللي بيكفر، ما كفرنا لكن قلنا الكلام ده كفر. ما سمعت القصيدة قال عبدت النجم يا سلوى يا سلمى لأن النجم سلواكي، عبدت القبر يا سلمى لأن القبر ضماكي، عبدت الله يا سلمى لأن الله سواك. يعني لما قال أنا عبدت الله ما عبدت الله إلا لأنه سواك، تمام؟ الكلام ده يا جماعة والله وتالله وبالله كلام كفر بالله سبحانه، وده الشرك ذاته اللي احنا بنحذر منه، ده هو نفسه الشرك. قد ما يكون هو قصده بذلك إنه يشرك بالله سبحانه وتعالى لكن الكلام ده شرك. خليني من المقاصد وخليني من تكفيره ومن غيره من كلام الكثير ده، الكلام ده قد يوقع الإنسان في الشرك، والكلام ده بحد ذاته شنو يحاسب عليه؟ يحاسب عليه المؤمن، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة يقول الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفة، تقول كلمة أنت ما جايب لها خبر لكن تهوي بك في نار جهنم 70 خريفة. هذه الكلمات دي كفرية شركية عياذا بالله. فيا جماعة الأغاني قد تصل بالإنسان، ليه الكتب الغنية ده قال الكلام ده؟ سؤال ليه؟ لأنه الحب والعاطفة الجياشة المحرمة وصلت به لدرجة شنو؟ لدرجة إنه يعظم محبوبه أكثر من ربنا تبارك وتعالى. الكاتب خليك منه كابلي ولا غيره ما درس كل لك اسمه، المهم الكلام للأسف الشديد وصلت به الحالة من الحب المحرم اللي إحنا من زمان بنتكلم فيه هنا يا جماعة. دار تحب عندك واحد عجبات، إحنا بنقوله طوال امشي دق الباب هناك كو كو كو، بيجي واحد طالع عشان أبو زي الدرجات جردل السلام عليكم يا عم أنا دارين بيتك، ده اللي إحنا الحب اللي بنعرف. وقعت لك واحد في راسك تبقى ودناس تمشي عديد تدق الباب عندي كده وعندي كده دارين بيتكم، زوجناك زوجناك انتهى الموضوع. ما تقعد تعدوها لينا في الجامعات اختلاط والناس دي تقطع في النجيلة وما خلوا لنا النجيلة في الجامعة وما عارف يشبك عليك يقعدوا مع بعض، وانا لما شفتك والشمس خدرت عيوني حمرت يا ود حمر الشنيا ود الناس قوم على حيلك عليك الله ما تعمل لنا ازعاج. واحد تاني يشبك والله نحن زي القصيدة بتاعت عمك ذاك وردي ولا منو ما عارف، قال والله نحن مع الطيور اللي ما بتعرف ليها خرطة، بالله نحن بنقول لك والله نحن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا سالك يا جماعة الكلام ده للأسف الشديد والله العظيم والله لا يصح ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى أن يصل المؤمن أو المسلم والمسلمة للدرجة دي من الانحطاط، وده كله من أساليب الغرب دخلت علينا في مجتمعنا، تمام؟ وأي زول يا جماعة الكلام ده بعدين إذا ما عاجب أو شايف إنه الكلام بتاعنا ده حار وما مناسب، والله تعال يا أخ تعال ادينا رأيك، إحنا ما عندنا مانع خالص. من برضه احنا دائما نكتب منبر للحوار للنقاش للاستفسار للاسئله لاي حاجه، خد نخطئ انا قد اقول كلام خطا وانت يكون عندك كلام صح مني تعال صححني حبابك، والله ما عندنا اي مانع، مستعدين نتقبل اي اراء. تصل بينا دريات في بعض المنابر بيدخلوا لنا ناس بيعترضوا لنا على ربنا تبارك وتعالى زي الشيوعيين مثالا، ما عندنا مشكله نتناقش معك للنهايه. في النهايه الغرض هو شنو؟ الغرض انه نصل للصواب والغرض انه نصل الى الحق، تمام؟ فكما قلت لك انه احيانا يصل الغناء ببعض المغنيين لدرجة شنو لدرجة انه يقعوا في الشرك. فيا جماعة هذه المسائل نحن لعله دارين لنا منبر خاص يتعلق بشنو؟ يتعلق بمسائل الحب
والعلاقة ما بين شنو الرجل، ضوابط شنو بتضبطك، ضوابط كثيرة جدا يا جماعة ربنا بينا لنا والنبي عليه الصلاة والسلام بينا لنا. ولا بد للمسلم قبل ما يدخل في هذه العلاقات يعرف كلام ربنا ويعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر حاجة يا جماعة بنقول ومنكرر، حكم الغناء يا جماعة على نوعين، إما أن يكون الغناء بآلات له وآلات طرب، في حالة زي دي بالإجماع كما نقل ابن القيم الإجماع وذكر الأدلة على ذلك، مجمعين حتى الأئمة الأربعة على حرمة الغناء بآلات له وبآلات الطرب. وإما أن يكون الغناء بدون آلات له وبدون آلات الطرب، ففي حالة زي دي قلنا شنو؟ حلاله حلال وحرامه حرام، يعني يكون بفحش وببذاء أو تفحش في حالة زي دي حرام، إذا كان بصدق وبأقوال طيبة وحسنة ففي حالة وهكذا على ذلك في قسم. فده يا جماعة الحكم اللي احنا بنبينه للناس، ودي المسألة دارين نوضحها لكم، ولعله أنا أطلت عليكم شوية وإن شاء الله من بعدين متحدثين يبينوا لكم أكثر في حكم هذه المسألة وفي تفصيلها. للأسف الشديد صارت هذه المسألة من أكثر المسائل للأسف الشديد ضيعت كثير شديد من شباب المسلمين ومن أخواننا، نسأل الله الهداية للجميع. في النهاية الموضوع ده مهما طال تمام لا بد يصلح في المجتمع، وهي وإن كانت هذا الذنب العظيم هو في النهاية ذنب، بل بيستمع للغنى بالمناسبة وقع في ذنب، زي ما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله رحمه الله قال وما كان يرى من يستمع إلى الغناء شنو فهو مذنب. فأي إنسان لا بد يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الموضوع ده، ولا بد أنه يسأل الله العفو والمغفرة ويحاول ويجاهد نفسه أنه يترك هذه المسائل. ولعله أنا طبعا ما جيت محضر للموضوع ده، لكن أول ما عرفت العنوان وعارف أنه مؤثر في كثير من الشباب جيت طوالي، فإن شاء الله من بعدين متحدثين جايين جاهزين ومحضر لكم الكلام والتفصيل الكثير في المسألة دي. نفتح إن شاء الله الفرصة للمتحدثين من بعدنا إن شاء الله يتم من قطع من حديث هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وإذا أي زول عنده فرصة إن شاء الله داري ناقش يدخل طوالي، أو داري يسأل أو يستفسر أو غيره، فرصة مفتوحة. إذا ما في إن شاء الله يدخل المتحدث من بعد.